والقرآن محفوظ معصوم، وهو بين دفتي المصحف، وحصل النسخ لبعض آياته كما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وحصل التبديل كذلك لبعض آياته كما قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. لكن لم يتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى استقر القرآن على ما أراد الله جل جلاله، وهو هذا الذي نقرأه ونحفظه في صدورنا، لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه حتى يرفعه الله إليه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. هذا كلام الله جل جلاله، حفظه الله وتولى حفظه بنفسه، ولذلك قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة وإن كانت من كلام الله لكن الله لم يتولى حفظها، وإنما وكل حفظها إلى من أنزلت إليه، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم استحفظوا التوراة، أما القرآن فلم نستحفظه نحن، وإنما تولى الله حفظه بنفسه. وأما السنة فإن الله سبحانه وتعالى جعل حفظها من حفظ القرآن لأنها بيان له، ولذلك قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فمن تمام الرسالة أن تحفظ السنة.